كيف تسوي كومبات حق الشخصية، كيف تحترف على الكومبات حق الشخصية. ولا شيء، تروح على فوق يوتيوب تشوف إيش الكومبوات، تروح على تريننج تجلس تعيد الكومبو 1000 مرة إلين يزبط، وبعدين كل يوم قبل ما تبدأ الجيم تخش التريننج هذا 10-5 دقائق، كل الكومبوات حق الشخصية عيدها، بعدين أبدأ ألعب. يعني أجين نفنف التكرار يا عم مشهور طار حبيبي. يعني هذه الشغلات جدا بسيطة المفروض. فنبدأ نشوفها مع بعض. إيش تبغى شخصية؟ مثلا جن بوس. إن كان تأخذه من واحد من هذول ولا تأخذه من يوتيوب، ويوجولي يوتيوب أسهل لك. تشوف الكومبوز حقته، يقول لك إيش الكومبو. أوتو كيو الكومبو الثاني، كيو دبليو أوتو whatever it is، يوريك هي. يعني ما دحين صار يوتيوب صراحة كورد. تأخذ هذه وتروح على تريننج، تحط دمي تسويها 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 لين ما يدك تسويها من دون ما تفكر فيها. بعدين تبدأ تلعب. بعدين بداية كل يوم عشان بس تعود يدك عليها بسرعة، تخش تريننج سيشن 5 ثواني 5 دقائق 10 دقائق، تسويها كلها، شفت يدك مزبوطة تعرف إنه اليوم مضاك مزبوط. تتفرج على، اذا ما تتفرج على اكس سيبر، على سيبر سيبر ايش اسمه، اكسي ولا اكس سيبر ماني فاكر اسمه، لا مو اكس سيبر، ها ايش اسمه، الكيت اكس سيبر ايش اسمه اللي يلعب كيت هذا يا شباب. اوكي تو لونج didn't watch اكس اف ان سيبر. هذا كل يوم قبل ما يدخل الجيم، يعني انا التكنيك هذا شفته عنده وبعدين قررت اوكي، قلت واي ذا فك شودنت وي دو ذس، يعني اتس اكشلي جود، اتس ا جود ايديا. قبل بداية أي يوم، طبعا الناس اللي يبغى يحترف مش الناس اللي، وهو داخل ستريم أول ما يبدأ ستريم يروح على، طبعا يمسكيت يروح على تريننج زفت، ينزل الدميز، ينزل 3 دميز ويبدأ يجرب الكومبوز حقته كلها ويشوف الرياكشنز حقته. اليوم انت ما انت نايم كويس، صاحي تعبان، في كومبوز يبغى لها رياكشنز مرة سريعة ما هي راضي تزبط معه، قال لك اليوم انا ما حلعب رانك اليوم، حريح حنبسط اي اليوم، صح صح مزبوط الشغل هذا، الرياكشن سريع. لان سبحان الله بني ادم ترى اداؤه يختلف على بحسب يعني حتى وضعه الجسماني ووضعه العقلي. فاتيك ايزي، اذا انت ماخذ الجيم بالفكر هذا انه انا كل انش صغير يفرق معايا وانا يهمني اكون اسوي كل حاجه صح، وابغى اوصل تشالنجر، وعشان اوصل تشالنجر لازم اسوي كل حاجه صح وانتبه عليها، لا يصير يو هاف تو ريكوجنايز، لازم تتعرف على حالتك، تعرف هل انت يومك حيكون كويس ولا لا. او مبدئيا طبعا بغض النظر انت ما تقدر تشوف الغيب، بس انت وضعك الجسمي ووضعك العقلي كويس انه انت تدخل اقيام وتؤدي افضل اداء عندك. ها ما صارت ما فزت، اسباب خارجيه اسباب داخليه وارد، بس انت اليوم مستعد. في يوم لا ما انت مستعد، انا اقوم 7:30 صباح 8 8:30، اروح دوام، اروح العصر شغل، احيانا طلعنا يعني اخلص مع كلاينتس او اجتماعات اروح المحل، ارجع على الساعه 8 9، اجي اخش الجيم واشغل ستريم وانا بلعب الجيم، فنص العقليه في الستريم نص العقليه في الجيم. هل do you think حادي زي واحد دوب وصاحي من النوم مروق اخذ الفطور ضبط المزاج هضم خلاص عشان الدماغ الدم مو في بطنه في دماغه وجالس متبطح ونفسيته زي العسل وحرمته ولا امه ما قامت لطشته الصباح فمروق ما فتلت وجاي يلعب وهو في بالنفسيه هذا حيادي نفس الاداء حقي؟ اوف كورس لا، يادي احسن مني كثير. يا مات يلا يلا مسكين
هذا عندي هنا. ايش كان بيسوي لك؟ يستناك تقتل يعني ولا؟ ايش يسوي هذا؟ اما والله قتلتني. اوكي هلتي كان عالي لان ستيل دايت اقتله. اوكي حيلحق ما حيلحقك اجل يا جل دحين اقتلهم كلهم. شوف التويتش هيجي توب 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 توب. العبوا يا عيال افيليوس بليلو هذا العبوا بالله يا. الله يخليكم كتر من افيليوس بليلو هذا كتر منه. نيد تو جو الفيديوهات اللي في قناتك حقت التوتوريال اللي محتاج 3-5 سنوات هل تحسها الحين مفيدة تحتاج ابديت؟ لا ما فيها ابديت. انا لما سويتها يا امين سويتها بطريقة انه انا ما يحتاج حتى لو تغير الجيم ما يتغير الفكرة فيها. الفيديوهات حقت الاساسيات ما يحتاج لها ابديت نهائي. الفيديوهات حقت اللي كان يحتاج لها ابديت اللي مرة تغيرت أصلاً شلتها من القناة. بس اللي أساسيات ليجو تعلم أساسيات ليجو في ليجنز وتعلم ليجو في ليجنز أنا علمت أساسيات علمت مبادئ ما علمتك إيش تسوي فاهمني؟ فما يفرق يعني. بعض الناس يقولون لك أنت مشنقد وشاكو أنت ما عندك حياة ما عندك أصحاب ما في أحد يحبك وإيش رأيك في عمر؟ والله أنا مقتنع قناعة تامة إنه يلعب الشامبيون واحد أي واحد بالشامبيون هذا مو بس الاثنين مريض. أنا ما بقول ما عندك أصحاب وما عندك حياة بس ديفنتلي مريض. في كده حاجة في داخلك في مشكلة. انت تلعب الاثنين كلهم كمان من جد دبل مرض زي ما قلت. اسمه هذا المين شاكو بينك وارد. يس بينك وارد. دو يو ثينك بينك وارد از سين؟ يلعب شاكو بالجنان حقه طول الوقت نو ايموشن. ولما يسوي حاجة مجرمة بشاكو يضحك الضحكة الخنفشارية. This is the definition of a psychopath. It's normal؟ لا. توقعتك تقول لا حرام انت انسان مسكين. لا حبيبي بعض الناس ما يعرفوا قديش فيكر غني من ليك. فيكر لو ما يلعب بس لو 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 بس ياخد من الرويالتيز حقت السكنات he will get millions yearly. الفريق اللي يفوز لازم تعرف الفريق اللي يفوز في لول في كاس العالم الورلد السكنات لما تنزل كل واحد كل لاعب له رويالتي في السكن حقه توقيعه لانه لما ينباع السكن هذا هو يجيله رويالتي. ايماجين hundreds of millions of people كل واحد منهم يشتري سكن انت تاخذ فلوس. وهذا عنده 3 سكنات واحد لانه فازوا 3 مرات غير السبونسرشيبس غير الدعايات غير الرواتب غير 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 انا dont think being a virgin matters to him يا اشرف.